السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنهضروا فيه على درس الأعداد العقادية. دونك مجموعة الأعداد العقادية كما كتعرفوا غنقرجوا شوية على العالم ديال الأعداد الحقيقية، وهنا غيكون واحد. دونك هذه مجموعة غيكونوا خاصيات أخرين، وهي تضم مجموعة الأعداد العقادية. دونك هنا كاين واحد عدد اي اللي هو اي أس 2 كيعطي لنا ناقص واحد. دونك مكناش كنديروه في مجموعة الأعداد الحقيقية باللي مربع عدد كيكون سالب. دونك هنا مربع اي هو يساوي ناقص واحد. دونك مجموعة الأعداد العقادية، أي عدد ينتمي إلى مجموعة الأعداد العقادية يكتب على شكل زد يساوي اكس زائد اي يجري. دونك هكا كيتكتب أي عدد في مجموعة الأعداد العقادية. دونك كيما كنقولوا 6 7 5 هما اعداد حقيقيه، وهما ايضا اعداد عقديه. وكذلك مثلا 5 زائد 3 اي، 4 زائد 2 اي، 6 ناقص اي، هادو كلهم اعداد عقديه. يعني اي عدد يكتب على شكل اكس زائد اي واي، بحيث اكس واي عددان حقيقيين. هاد اكس هذا كنجيو نسميوه الجزء الحقيقي، واي كنسميوه الجزء التخيلي. وهنا عندنا معلم فيه الجزء الحقيقي وهذا جزء تخيلي. دونك اش كيعني هذا؟ ان مثلا اي نقطه في السابق كنا كنمثلو اي نقطه في المعلم على شكل اش، على شكل مثلا ام. مثلا هذه الا خديت واحد النقطه ام، الاحداثيات ديالها كيكونوا اكس ايغريك. دونك ذات الاحداثيات اكس ايغريك. دونك في السابق هكا كنمثلو نقطه ام، دابا ام كنمثلوها على شكل اكس زائد اي ايغريك. وهاد اكس زائد اي ايغريك اشنو هو؟ هو زد. دونك هنا كنسميو، دونك هنا مصطلحات جداد، زد هو لحق نقطة ام. دونك زد هنايا هاد اكس زائد ايغريك هو لحق نقطة ام. وهاد اصل المعلم او، دونك هاد المسافة او ام، هاد المسافة او ام، المسافة بين او او ام هي المعيار ديال زد. دونك او ام تساوي المعيار ديال زد. وهذا المعيار ديال زد كيفاش غنحسبوه؟ كيفاش نقدروا نحسبوا المعيار ديال زد؟ دونك قلنا زد تكتب على شكل اكس زائد اي ايغريك. هذا الشكل هذا لان زد عندها بزاف ديال الاشكال، عندها تقريبا 3 ديال الاشكال. دونك غنديرو هاد السم، كل شكل عنده سميتو، وهاد الزد هادي تساوي اكس زائد واي كيتسمى الشكل، الشكل الجبري. دونك الشكل الجبري للعدد الزد يكتب على شكل اكس زائد اي واي. قلنا المعيار ديال الزد، هذاك المعيار ديال الزد اللي هي المسافه او ام تساوي المعيار ديال الزد. هاد المعيار ديال الزد اشنو كيساوي؟ الى خدينا، دونك تبعوا معايا. دونك كنديرو كيفاش كنتذكروا ملي كننساو، يعني ممكن تحفظ العلاقات ولكن يقدر تنسى عليك مثلا، وكيفاش كتجبدها. الى خديت هذا المثلث هذا قائم الزاويه في هذه النقطه هذه، هذه المسافه هذه شناهي؟ شناهو هذا؟ هو افصل نقطه ام هو اكس، وهنا ايغريك. دونك الى خدينا هذا المثلث قائم الزاويه وطبقنا عليه مباراه فيثاغورس المباشره، دونك مربع طول الوتر غيكون عندنا زد اس 2. وقلنا هذه المسافه هذه هي المعيار ديال زد، يساوي هذه المسافه هذه شحال هي؟ هي اكس. دونك هي اكس اس 2. ودائما ما تنقولوش هنا او اكس، لان يعني اكس عدد او هو نقطه. دونك اكس اس 2 زائد هذه المسافه هذه، شنو هي المسافه؟ هي هذه. دونك زائد ايغريك اس 2. دونك الى يعني ان المعيار ديال الزد الى غنحيدو هنا اس 2 يساوي جذر مربع اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2. دونك غندخل هنا الجذر مربع وهنا الجذر مربع، لان هذا موجب اس 2 كيمشي مع الجذر مربع، كتبقى لي جذر اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2. دونك المعيار هو جذر اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2. دونك لاحظوا معايا ان زد يساوي اكس زائد ايغريك، المعيار ديالو كيساوي جذر اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2. يعني مثلا الى كان عندي زد يساوي 1 زائد 3 اي، المعيار ديال زد هنا شنو هو؟ دونك الا بغيت نحسب المعيار ديال زد قلنا جذر اكس اس 2 زائد ايغريك
أس اثنان هي جذر واحد أس اثنان زائد ثلاثة أس اثنان هي جذر واحد زائد تسعود هي جذر مربع عشرة. دونك اتونسيون هنا عندكم ديرو كاين اللي كيدير هنا زائد ثلاثة هي أس اثنان، لا حنا ما عندناش إي هنايا إكس أس اثنان زائد إكغيك أس اثنان، هاد إكس أس اثنان مع إكغيك أس اثنان. ثم مثلا هاد الزاوية الموجهة ألفا أشنا هي؟ دونك هي اللي غتلقاوها القياس ديالها هو عمدة العدد الحقيقي زد، دونك هي عمدة ديال إكس زائد إكغيك اللي هو زد، دونك كنسميوه أون فرونسي هي أرغيمون دو زد، دونك العمدة ديال زد. هنايا غنخرجو حوايج أخرين، إلا خدينا مثلا القوس ديال ألفا، القوس ديال ألفا شنو غادي يساوي؟ دونك كوس الفا يساوي الضلع المحادي على الوتر. الضلع المحادي شنو هو؟ هو هذه المسافه هذه اللي هي اكس على الوتر اللي هو المعيار ديال زد، يساوي اكس على زد. يعني ان اكس شنو غادي يساوي؟ الا درنا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، دونك اكس في واحد يساوي كوس الفا في، دونك عفوا هنا المعيار ديال زد اكس يساوي كوس زد، معيار ديال زد كوس الفا. ثم سينوس الفا، الى حسبنا سينوس الفا اشنو غادي يساوي؟ سينوس الفا هو الضلع المقابل اللي هو هذه المسافه هذه اللي هو اكغيك على الوتر دائما اللي هو المعيار ديال زد، يساوي اكغيك على المعيار ديال زد. يعني ان نفس الطريقه اكغيك في واحد يساوي معيار ديال زد في سينوس الفا. غنرجع دابا لهاد الزد هذا، لهاد الشكل الجبري يكتب على شكل اكس زائد ايكغيك، غنعاود نكتبو. دونك الزد يساوي اكس زائد ايكغيك يساوي، بغيت نعوض دابا اكس، اكس غنعوضو بهذا بالزد، معيار ديال الزد كوس الفا زائد اي ايكغيك غنعوضو بالمعيار ديال الزد سينوس الفا. دونك تلاحظوا هنا عندي المعيار ديال زد هنا، هنا غنعمل به يساوي المعيار ديال زد عامل لكوس الفا زائد اي سينوس الفا، وهذا كنسميوه هذه كتابه اخرى ديال زد كنسميوها الشكل المثلثي. دونك الشكل المثلثي ديال زد كيتكتب على شكل المعيار ديال زد كوس الفا زائد اي سينوس الفا. دونك اذا تنسات عليك هذه العلاقه هذه تقدر تجبدها دائما بهذه الطريقه، كلشي كنجبدو من هنايا. وكاين واحد الكتابه اخرى هنا هي شكل مثلثين بحال هذه، دونك هذه كنديرو بين معقوفتين، هنايا كنديرو المعيار ديال الزد وهنا كنديرو الفا. كاين واحد العلاقه حتى هي مهمه، هي ان اكسبونونسيال ديال اي الفا يساوي كوس الفا زائد اي سينوس الفا، دونك هذه علاقه كنخدمو بها حتى هي. يعني فاش كيكون داك الشكل المثلثي اللي جبنا زد يساوي معيار ديال زد عامل لكوس الفا زائد اي سينوس الفا، دونك قلنا كوس الفا زائد اي سينوس الفا اش كيساوي؟ كتساوي اكسبونونسيال اي الفا، دونك غنعوضها هنايا تساوي معيار ديال زد. دونك مننساش هذاك، انا بزاف كينساو معيار ديال زد، عاد هادي بوحدها كتساوي اي اكسبونونسيال اي الفا. دونك هادي كتابة أخرى ديال زد اللي كنسميوها الشكل الأسي، الشكل الأسي، الشكل الأسي للعدد العقدي زد. دونك هنا ثلاثة ديال الأشكال، الشكل المثلثي، الشكل الجبري، والشكل الأسي. دونك هنا مثلا إلا إذا كيعطيونا شكل جبري وكنجبدو منو الشكل المثلثي والشكل الأسي، ولا العكس يعني كيعطينا واحد فيهم وكنجبدو الآخرين. مثلا هنا أش من شكل هذا اللي عند زد؟ دونك لاحظو على شكل إكس زائد إي إيكغيك، دونك الشكل الجبري. بغينا نكتبو على الشكل المثلثي، دونك على الشكل المثلثي، الشكل المثلثي هو هذا على شكل زد، معيار ديال زد كوس ألفا زائد إي سينوس ألفا. نمشيو للحاجة السهلة اللي عرفناها، هو المعيار ديال زد كيفاش كنحسبوه؟ دونك لدينا معيار زد قلنا هو جذر مربع اكس اس اثنان هي واحد اس اثنان زائد ايكغيك هو جذر ثلاثة، دونك هي جذر ثلاثة اس اثنان يساوي جذر مربع واحد اس اثنان هي واحد
زائد جذر مربع 3 أس 2 هي 3 يساوي جذر 4 يساوي جذر مربع اي 4 هو اي 2. دونك انا لقيت المعيار ديال الزد. وكاينه طريقه هو انني كنعاود نكتب هذا الزد هذا يساوي 1 زائد جذر مربع 3 اي يساوي هذا المعيار ديال الزد كاين خارج الاقوى ثاني هو باش كنعمل. اشنو هو المعيار ديال الزد هنايا؟ هو 2 دونك يساوي 2. بغيت نعمل هذه بجوج دونك هنا ما عنديش جوج كعامل مشترك. اشنو غادي ندير؟ يعني ابسط وسيله اللي خصني ندير الا ما عرفتش نعمل بجوج هو انني بحال الا ضربت هذا في جوج غنقسمه على جوج. دونك ضربت في جوج ونقسم على جوج باش ما توقع حتى حاجه. انا يعني ضربت في نفس العدد وقسمت على نفس العدد. دونك هذا 1 زائد جذر 3 اي على جوج. دونك ضربت في جوج وقسمت على جوج. لكن هاد الجوج هادي ماشي خديتها عشوائيا. هاد الجوج هادي هي المعيار اللي خرج ليا. كون خرج ليا انا 3 غندير هنايا 3 ونعمل بها باش نلقى هاد الزد هاد المعيار ديال الزد على برا. دونك دابا غنفرق هادي تساوي جوج عامل. دونك ا زائد ب على سي كنفرقهم كتعطيني واحد على جوج زائد جذر مربع 3 على جوج اي. دونك مشينا بالعكس كيكون عندنا هادو نفس المقام كنجمع الباسطين والتايلا غنمشي بالعكس كنفرق غير الباسطين وكيبقى نفس المقام. دونك هنا غنحتاجو داك الجوال ديال النسب المثلثية باش نحولو هادي ماشي انا لواحد على جوج الكوس ديال اي زاوية اللي كيعطينا واحد على جوج. دونك الا رجعتو للجوال غتلقاو الكوس ديال بي على 3. دونك يساوي انا نمر بهاد الجوج هادي غادي نعوض هادي واحد على جوج هي كوس بي على 3. دونك كاين اللي كيوصل هنا كيتلف كيوصل هنايا كيدخل الكوس كيدير ليها كوس ديال واحد على جوج. لا واحد على جوج كلها هي كوس بي على 3. يعني الا حطيتي داك الجوال عندك راه وريتكم الطريقه باش كترسموه. حط الجوال حداك غتحصل عليه دقيقه باش ترسمو دغيا وحطو حداه حتى جيتي ولا ما احتاجتيش حطو عندك كوس بي على 3 وتا سينيس. دونك جذر 3 على جوج هي اي سينيس بي على 3. دونك يمكن نخليوها هكا شكل مثلثي ولا كنديرو تساوي داك الشكل هذاك يساوي جوج بي على 3. دونك هذا هو الشكل المثلثي. وإلا مثلا طلبوا منا الشكل الأسي لهذا العدد هذا الشكل الأسي للعدد زاد أو قلنا الزاد يساوي معيار ديال الزاد إكسبونسيال إي ألفا. المعيار ديال الزاد أشنو هو؟ هو جوج. دونك تلقى إكسبونسيال إي ألفا شناهي؟ الزاوية ألفا هي بي على 3. دونك إي بي على 3 ولا بي على 3 إي. دونك هذا هو الشكل الأسي للعدد زد. دونك دابا العكس إلا عطاونا مثلا الشكل المثلثي هاد الشكل هذا وبغينا نردوه للشكل الجبري يعني نكتبو الزاد على هاد الشكل هذا يعني ميكونش الكوس والسينيس أشنو غادي نديرو؟ دونك هادي خصنا دائما كيفاش نحولو من هادي نحولو لهنايا. دونك تساوي زاد يساوي دونك 3 3 عامل لي كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. ولا رجعنا دائما للجدول غنلقاو بان كوس بي على 6 اشنو هو كوس بي على 6؟ هو 6 هي جذر 3 على 2 والسينوس بي على 6 هي حتى هي 1 على 2 زائد 1 على 2 اي ولا اي في 1 على 2 يساوي. دونك غادي نقوم بعمليه النشر تساوي 3 جذر 3 على 2 زائد 3 على 2 اي. دونك هنا كنكون كتبت الزاد على الشكل الجبري. كاين مازال امثله اخرين نديرهم في الفيديو الجاي ان شاء الله.